الو، هي دكتور كده تمام الصوت؟ طيب ولا طب انتوا اللي فات ده كله سمعتوه ولا؟ خالص. لا ده كده طيب. طيب خير، مش مشكلة. طيب احنا نبدأ من اول وجديد، يعني ما سمعتوش اي حاجة خالص من اللي اتقالت؟ حضرتك يا دكتور كنت عاملة مين في الفرع؟ طيب خير ماشي. طب نبدأ يا دكاترة، مش مشكلة من الأول. طيب أنا بقى هبدأ النهاردة بالأسئلة بتاعة المرة اللي فاتت. الصوت كده واضح؟ طيب كده تمام. طيب ماشي، احنا هنبدأ بأسئلة المرة اللي فاتت. احنا سألنا على كنت بتسألوا على حاجات الكارديولوجي والتشيست بتاعت المرة اللي فاتت، كان بدايتها البيبا المونال. البيبا المونال إذا كترت دي علامة في الاس جي معناها رايت اتريال انلارجمنت، تمام. البي مايترول معناها في الاي سي جي برضه في رسم القلب علامه تقول ان ده في ليفت اترال انلارجمنت. الرايت اكسس برضه دي علامه ان في رايت فنتركولر هايبرتروفي، لان الطبيعي بتاع الاي سي جي ان الاكسس بتاعه او اللي هو خط اللي هو الاكسس بتاعه بيبقى ناحيه الليفت، علشان عندي دايما الليفت فنتركل بيبقى دوميننت عن الرايت فنتركل. لكن في عيان اللي معاه رايت فنتركولر هايبرتروفي بيبقى رايت اكسس مش ليفت اكسس، تمام. طيب كان في حد برضو من الدكاتره سال على في عيان بي اس دي بيبقى معاه كارديوميلي تمام ولا بيبقى فيه هايبرتروفي؟ لا، زي ما احنا قلنا كل حاجات الفوليوم اوفرلود بتعمل كارديوميلي، تمام، سواء كان في اس دي كريجر. لكن بعين فراف الكتابي معنى كارديوميجالي، تمام. طيب كان في حد برضو من دكاتره سال على الدرو زير ميرمر. محتاجه تركيز معلش في دي شويه دكاتره. ايه اللي بيحصل عندي في الدايستول؟ الدايستول النورمال فيه نحبه فالف مفتوحه والبلمور والاورتيك فالف مقفوله، تمام. الدم موجود فين؟ في الفنتركل، لكن مفيش دم خالص في الفيسل، تمام، سواء كان فيمورال ارتري او اي ارتري. وبالتالي لو حطيت السماعه على الارتري في الفتره دي مش هسمع صوت نورمال خالص غير في فتره السيستول، يعني الفيسل بتبقى فاضيه ما فيهاش اي حاجه في الدايستول فمش بسمع حاجه. لكن لو حطيت السماعه دي، تمام، حلو. ايه اللي بيحصل في العين بتاع الاورتيك ريجرج؟ عيان الاورتيك ريجرج الاورده مفتوحه وبالتالي بتسرسب شويه دم للفيسل اثناء الدايستول. يبقى لما احط السماعه على الفيسل في العيان ده سواء سيستول او دايستول هسمع ميرمر، هو ده اسمه دروزي ميرمر، تمام. ان انا سمع صوت الميرمر او سمع صوت البلط فلو في فتره السيستول او فتره الدايستول. طيب كان في حد برضو من زمايلكم سال على الكلاسيفيكيشن بتاعه الكونجنتال هارت، او ازاي يعني بعتت رساله بتقول لي ازاي اقدر افرق الكونجنتال هارت من بعض، او اللي هي كل الايتمز بتاعه الكونجنتال هارت من بعض. باختصار شديد خالص انا ببص على العيان، لو لقيته مبرق يبقى ده مجموعه الكونجنتال ساينوتيك هارت ديزيز، الزرقان اللي هو الثابت لو في شفايفه وفي ايده ده كونجنتال ساينوتيك هارت، تمام. اشهرهم التترولوجي فالوت، تمام. يجي وراه التي جي اي. انا عارفه ان تي جي مش عليكم في المنهج، لكن هو طبعا ليه في فرق عن التترولوجي فالوت. ان التي جي اي ممكن عيان يجي بهارت فيلر وبيجي بشست انفكشن، عيان التترولوجي فالوت ما بيجيش، هو عيان مسموع اجكشن سيستوليك على البلمونري اريا بتاعه، تمام، لكن ما بيجيش بهارت فيلر ولا شست انفكشن، تمام. يبقى دي العيال اللي هم مزرقين. طب عيان مش مزرقه، عيان مش مزرقه سنه صغير اقل من 5 سنين، يبقى المشكله اللي عنده دي كونجنتال، قد تكون بي اس دي او بي دي اي او اي اس دي. ايه الفيصل ما بينهم؟ نوع المرمر. لو سمعت بنسستوليك على السيرد وفورس باراسترونال ده بي اس دي، لو سمعت زي صوت القطر اللي هو المشينر المرمر تحت الكلافيكال الشمال ده البي دي اي، تمام. ما سمعتش صوت المرمر ده ولا ده يبقى ده الاي اس دي، تمام. طيب نمسك الجزء الثاني. طب افرض ان انا عندي حد مثلا كبير، تمام، نفس القصه مزرق يبقى ده كونجنتال ساينوتيك، مش مزرق يبقى بقول ده في الغالب يا اما روماتيك هارت ديزيز وده الاوقع الاي في اس دي والبي دي اي والاي اس دي. طب ليه حطيت روماتيك هارت؟ لان ده السن بتاع روماتيك هارت، تمام، بيبقى فيه ستريبتوكوكال انفكشن، وبالتالي لما اخد هيستوري او اعرفه ازاي من الهيستوري الطفل هنا بيبقى فيه ريكرنت تونسلايتس معاه وارثرايتس وارثرالجيا، وبعد كده بسمع عليه مثلا
اشهر حاجه فيه تبقى طبعا ميتال ريجرش، فبسمع بان سيستوليك، بس البان سيستوليك دي بتبقى موجوده على الايبكس رادييتنج للاكزيلا. طيب تمام، لكن البان سيستوليك بتاعت البي اس بي بتبقى على الثيرد والفورث باراسترنال اريا ورادييتنج على الشيست والكل. تمام، ده اختصارا انا ازاي بفرق عينين الكونجنتال هارت من بعض. تمام، طيب نيجي لسؤال واحده من الدكاتره سالت ايه فرق الانترستيشن نمونيا عن بقيه النمونيا. هو فكره كلنا انا عندي حاجه اسمها كلاسيفيكيشن اوف نمونيا اكوردنج تو ذا ايتيولوجي او اكوردنج تو ذا اناتومي. ايتيولوجي يعني في مجموعه من الناس قسموا النمونيا بالايتيولوجي بتاعها، قال لك ده فايرال نمونيا زي كورونا مثلا، ده بكتيريا، ده فانجل، ده مش عارفه حاجه نان انفكشوس، مش ده كان تقسيم ايتيولوجي. في ناس ثانيه قالت لك لا هنقسمها بالاناتومي. طب ايه الاناتومي بتاعه اللونج؟ انا عندي اللونج في تراكيه بتتقسم لاثنين برونكس، الرايت مين برونكس والليفت مين برونكس. الرايت لونج بتتقسم لثلاثه لوبس، ثلاث فصوص، الليفت لونج لاثنين لوب. لو النمونيا عندي واخده فص كامل، يعني الكونسوليديشن ده واخد فص كامل من الرئه، ده اسمه لوبر نمونيا، وده اسوء الانواع. تمام، طيب لا هو مش واخد فص كامل، واخد احنا عندي تقسيمه البرونكس تكمل ازاي بقى، يكمل برونكيول وبعد كده الفيولار داكت وبعد كده الالفيولاي. طيب لو خد شويه برونكيول كده مع بعض يبقى اسمه اللوبيولار نمونيا، صغير الفص يعني فصيص بمعنى صح، يعني واخد حته من الفص، يبقى ده اسمه اللوبيولار نمونيا. تمام، او بيسموه ساعات برونكو نمونيا نسبه الى البرونكيولز اللي هو بيبقى واخدها. تمام، طيب لو اخد، طب لو النمونيا اخدت حاجه اصغر، خدت شويه حته اللي هو الالفيولاي الصغننه دي والالفيولار داكت اللي حواليها بشويه الانترستيشن اللي حواليها بيسموه الانترستيشن نمونيا. تمام، ودي تبقى فيري كاركترستيك لحالات الفايرال نمونيا. تمام، طبعا عشان قصه الكورونا هتلاقوا ان هي في اهتمام شديد جدا بقصه الانترستيشن نمونيا وفرقها ازاي مع اللوب. كل ما كانت لوبر نمونيا ده بكتيريال، كل ما كانت انترستيشن نمونيا يبقى ده فايرال. متوقع جدا الجدول بتاع اللوبر نمونيا او الفايرال بكتيريال نمونيا ازاي الفرق ما بينهم، ان هيجي لكم بنسبه 90% طبعا. تمام، طيب نيجي بعد كده، كده احنا خلصنا. كان في برضه السؤال الاخير كان الريكتس، الراديولوجي بتاع الريكتس. الريكتس ده كتر اختصارا القصه بتاعته ايه، انا عندي عظمه، العظمه دي حاجه فيها حاجه اسمها بروليفريتنج كارتج، وبعد بعد كده خط كده اسمه اللي هو البروفيجنال لاين اوف كالسيفيكيشن الايه الاند بتاع البون. الطبيعي فينا احنا ان انا الكارتج ده كل شيء بيحصل له بروليفريتنج، ولكن علشان ان الدنسيتي او الماتريكس اللي حواليه بيبقى فيه كالسيوم فيتامين دي، فالعظمه بتحتفظ بشكلها ما بيحصلش فيها ديفورمتي، ما بتوسعش. تمام، لما بدوس عليها شكلها ما بيتغيرش، بتبقى عظمه صلبه. تمام، اللي بيحصل في العين بتاع الريكتس ايه بقى؟ اللي بيحصل ان انا عنده كالسيوم او عنده كارتج سيل بيحصل لها بروليفريشن، لكن الماتريكس المحيط بالكارتج سيل ما فيهوش لا فيتامين دي ولا كالسيوم، وبالتالي هو ماده لينه جدا عامله زي الصلصال، بيتشكل مع تغيير وضع الايد ومنه بتبدا تظهر الديفورمتي. يعني الطفل لما بيدوس على ايده يبدا ايه العظمه نفسها النهايات بتاعت الريدس والقرنه تتقعر، فيديك منظر الكابينج والفرينج والوايدنج للجوينت. تمام، حتى لما بتتكسر ما بتتكسرش زينا احنا مثلا تتكسر العظمه تتكسر نصين، لا بالظبط بتبقى عامله زي العود بتاع الملوخيه، لو انت مسكته ودست عليه مش بتلاقيه انه اتقطع، لا بتلاقيه اتقصف حته منه بس كده اتقطعت، هو ده اللي اسمه جرين ستيك فراكشر. تمام، طيب ايه الدبل كونتور؟ العظمه بتقول لك ان هو الجزء المفروض ان كل شيء بترسب كالسيوم، الكالسيوم الجديد المترسب الدنسيتي بتاعته اخف من الكالسيوم القديم، فيديك منظر اثنين كونتور. تمام، طبقه خارجيه خفيفه وطبقه داخليه اثقل شويه، فكل دي هي دي العلامات بتاعه الريكتس. اختصارا انا اللي هيجي لي في الامتحان واحده من ثلاث مراحل من الريكتس، هيجيب لي الاكتف يا الهيلينج يا اما الهيلد ريكتس. تمام، ايه الفرق ما بينهم؟ الثلاثه فيهم ديفورميتي وفيها اللي هي الجوينت سبيس تبقى واسعه والكابينج والفرينج والكلام ده كله. تمام، ولكن انا الفرق ما بين الثلاثه هو البروفيجنال لاين اوف كالسيفيكيشن، اللي ما فيهاش اي لاين اوف كالسيفيكيشن ومش عارف تجيب نهايه العظمه ده اللي هو الاكتف ريكتس. لما تبص تلاقي ان نهايه العظمه تمام بدات تبان شويه لكن مش قادر ترسم خط واضح، مش عارف يبقى مرسوم خط واضح زي العظم بتاعنا، يبقى ده اسمه هيلينج ريكتس. اللي بتلاقي نهايه العظم بدات تبقى كويسه، حتى الدنستي بتاعت البون بدات تبقى احسن من الاول، يعني بدا يبان العظمه دي فيها كالسيوم شويه، دي الهيلد ريكتس. اللي بيحصل في اللجنه الاكس راي اللي بيختاروها
علشان تنزل لهم في الامتحان بيبقى اكتر من الصف شافها، يعني كذا حد من الصف المسؤول عن الامتحان بيبقى شافها وبياخد كمان راي ساعات من درسهم مساعدين ان الاكس راي دي اتعرضت عليكم، الاكس راي دي شفتوها وواضحه بالنسبه لكم ان هي يعني فيش اختلاف عليها ان هي هيز ولا هي، مش هنجيب لك حاجه يبقى فيها اختلافات. تمام، ده بالنسبه للاكس راي الخاصه بالريكتس. تمام، طيب هنبدا بالاكزامينشن النهارده بتاع الابدومين. يا رب يكون تشيست والكارديو فاسكولار بالنسبه لكم كده ان شاء الله خلص. الهيستوري بتاع الابدومينال اكزامينشن، واحنا بناخد الابدومينال اكزامينشن بدايه كده الهيستوري لازم ببقى عارفه نقطتين، الانست والكورس ديوريشن عن اي معلومه العيان هيقولها، دي نقطه. النقطه الثانيه وانا باخد في الهيستوري بتاعي ان انا لازم ابقى حريصه على ان انا اغطي كل الهيستوري لان انا مش عارفه العيان، فانا باخد تشيست هارت باخد ابدومينال اكزامينشن حتى لو انا داخل على طفل ثلاسيميا وعارفه هو ثلاسيميا، لكن لازم ابين للطفل اللي معايا ان انا غطيت كل الهيستوري. تمام، طيب ايه اللي يخصني في الابدومينال هيستوري؟ هنسال على السويلنج. تمام، الابدومينال بين، ويمكن بين كلمه بين دي لوحدها في الهيستوري، لو قلت لك بين في اي مكان شست بين كاردياك بين اي بين بون بين اي كلمه بين الاناليسيس بتاعها معناها انك لازم تقول لي الكاركتر بتاع البين ده كان فين، الحاجات الريليفنج ليه، الحاجات اللي هي الاجريفيتنج فاكتور ليه، هل هو راديتنج لمكان معين. تمام، طيب في نفس القصه بالنسبه للابدومينال بين هقول الانست والكورس والديوريشن، ولكن لازم اعمل اناليسيس ليها زي ما احنا قلنا، الجوندس مش بقول الجوندس بقول يرجز كالريشن، الاتشنج، كل دي حاجات خاصه بالليفر. طيب بعد كده ببدا اقسم السيمبتومز بتاعه الجي اي تي عندي لحاجتين، ابر ولور. ابر زي الفومتنج زي الهيماتيمسيس زي النوزيا اللي زي الانوركسيا. طيب اللور اللي هو الدايريا الكونستيبيشن البليدنج بالريكتم، هل هو كان فريش بليدنج بالريكتم ولا كان في مثلا تيرستول. تمام، طيب نيجي بعد كده الحاجات من ضمن برضو الابدومين، الابدومين بياخد معاه اثنين سيستم تانيين، بياخد الرينال وبياخد معاه الهيماتولوجي. ففي الرينال انا لازم اسال على اليورين الكلر بتاعه، الفريكوينسي بتاعته كانت قد ايه، هل كان ميكسد وذ بلاد يعني كان فيه هيماتوريا ولا لا، هل كان فيه بيرنينج اثناء عمليه الميكتوريشن ولا لا. تمام، طيب مع اليورين دايما لازم بسال على الاديمة، هل كان في ساينز اوف اديما معاه ان ذا فورم اوف ان كان بافي اي او لور ليمب او في ابدومينال ديستنشن. تمام، طيب برضو بسال على حاجات الهيماتولوجي، هيماتولوجي يعني هسال على البون بين، بسال على البالور، بسال على البليدنج تندنسي عامه. تمام، بسال على الحاجات اسمها كونستيوشنال سيمبتومز زي الفيفر السويتس والويت لوس. تمام، كل دي حاجات انا بسال عليها في الهيستوري بتاع الابدومين. نيجي بعد كده نعمل الايه الابدومينال اكزامينشن. المفروض الابدومينال اكزامينشن اهم سؤال بساله هو البيرنج بتاع العيان، او بتكشف العيان لحد فين، يعني بتغطي يعني بتكشف العيان لحد النين من اول البريست لحد النين. طيب في الانسبكشن انا بعمل ايه؟ اول حاجه بعلق عليها الكونتور، الكونتور بتاعه اللي هو الشكل، المفروض ان البلانك على الناحيتين بتبقى كونكيف داخله لجوه، لو الاقيها فول فلانك ده معناه ان في عندي اسايتس او انكريز انترا ابدومينال بريشر. طيب الموفمنت والريسبيريشن اخبارها ايه؟ طيب بعد كده عشان انا عارف ان كتير مننا كان بينسى خطوات كتير في الابدومينال اكزامينشن، انا هثبت حاجه ان انا همشي في الميد لاين، يبقى همشي هقيس السب كوستال انجل، هعمل الدايفركيشن اوف ريكتاي، طيب بقول العيان يهم او طفل صغير يهم واشوف حصل بولجنج او الاثنين ريكتاي بعدوا عن بعض ولا لا، دي علامه ان الابدومينال وول بتاعه ضعيفه. طيب وانا برضه ماشي في خط النص بلاقي الامبلايكرس، هل السايت بتاعها صح ولا لا، هي المفروض تبقى ميد واي ما بين الزيف ستورنم والسيمفسيس بيوبس، الشيب بتاعها الشكل بتاعها صح ولا هي ولا هي بولجنج انفيرتد، هل طالع منها ديستشارج ولا لا. هنزل اكمل في نفس الخط ده هلاقي الجينيتاليا، طبعا بعلق عليها في الجينيتاليا دي فيميل نورمال، بقول نورمال فيميل جينيتاليا او نورمال مين جينيتاليا. تمام، طيب بعد كده بعلق على اربعه باك، الباك بتاع العيان ظهره، الباك بتاع البريست لو كانت فيميل كبيره شويه فوق ال 10 سنين، الباك بتاع الني الركبه، الباك بتاع السكروتون، بدور على في ديفورمتي في ديستشارج في باس انت حاسسها. تمام، طيب بعد كده بندي التعليق اللي هو الجنرال ان انا مش في هرنيا الاورفيس معايا ولا لا، السكن شكله ازاي، الحاجات اللي احنا كنا بنقولها ليه نو سكن نو كلر نو بيجمنتيشن، مفيش سكار مفيش فيزبل بين. طب في فرق بين كلمه فيزبل بين
ودايليتد بين. الفيزيبل بين مرسوم على المور. دايليتد بين لا، دايليتد بين ليها مكانين، يا اما ان تكون حوالين الامبلايكس دي كبت ميدوزه ودي كاركترستيك بورتال هايبرتنشن، يا اما تبقى على الجناب. على الجناب طب دي بتبقى يعني سبيسيفيك او سيجنيفيكانت للانفير فين كيف اوبستراكشن او سيفير فين كيف اوبستراكشن. بعمل لها حاجه اسمها الميلكينج تيست، ان انا بفضي الفين خالص وادوس على الفين وهو فاضي باصبعي فوق وتحت تمام، واسيب اللي فوق واشوف مرور الدم ده ما بيمشي ناحيه المكان المفتوح، ناحيه المكان المفتوح. فلو الدم مشي من فوق لتحت تمام، يعني مشي ناحيه تحت يبقى فوق مقفول تمام، والعكس يبقى الدم دايما بيمشي ناحيه المكان المفتوح، يبقى الناحيه العكسيه هي المقفول تمام. طيب ده كده اللي هو الايه الميلكينج تيست. برضه انا هبعت برضه مع دكتور احمد فيديو بالابدومينال اكزامينشن كامل. نيجي بعد كده لخطوه البالبيشن. طيب البالبيشن انا عندي حاجه اسمها سوبرفيشال بالبيشن، انا بحس الماين كوادرنت المفروض ان اشوف فيه ماس، فيه ريجيديتي، هل فيه ورم، وبرضه علشان يبقى فيه ايه يعني ابدا ابقى العيان احس انه يعني يبقى فيه ريليشن بيني وبينه تمام. طيب اللي بيجي لكم بقى سؤال في الاسكي اللي احنا قلنا عليه له الامتحان اللي بيديك ورقه فلوسكا بتدخل الامتحان المغري مع نفسك، بيبقى دايما طالب دي بالبيشن، واللي بيحصل دايما ان انتوا كلكم بتعرفوا تعلقوا على الليفر والسبلين، لكن محدش بيعلق لا على كدني ولا على بلادر، وطبعا كده يعني تقريبا نص الدرجه بتطير في الكدني والبلادر. فانا المفروض بعلق على اربعه ايتم: الليفر، كدني، بلادر اند سبلين تمام. طيب الليفر ما فيهاش مشكله، كلنا بنعرف ان انا بخلي ايدي بارلل للكوستر مارجن وبطلع لحد ما الاقي البوردر وبعلق عليه السايز والسيرفس والكلام ده كله. التركاته خالص بقى اللي بتحصل، اولا قصة ان انا اقول ان انا لقيت الليفر مثلا 3 سم بلوك كوستال مارجن، الكلام ده مش صح. حاليا احنا كلنا ماشيين بحاجه اسمها الليفر سبان، يعني طول الليفر كام، وعشان اجيب طول الليفر يبقى انا المفروض حساباتي بالنسبه للميركلافيكولار لاين دي نقطه. النقطه الثانيه ان انا ابقى عامل بركشن واجيب الابر بوردر بتاع الليفر كام، اعلم علامه على الابر بوردر واعلم علامه على اللور بوردر واقيس النقطتين دول في الميركلافيكولار لاين كان ما بينهم كام سم، طلع 10 سم يبقى الليفر سبان 10 سم تمام. طيب دي نقطه. افرض ان انا نسيت القصه دي تمام، هاجي في اللجنه بتاعه ديسكشن تمام، مش هيعديها لك. طب في لجنه الورقه اللي هي الورقه اللي هي احنا بنسلمها دي ما فيهاش مشكله، انت كتبت اللي كتبته وانت مصحح على حسب ايه الموديل انسر اللي مكتوب، واللجنه طبعا بيعلقوا على الابر بورد. لكن الفكره انك انت في اللجنه بتاعت الدسكشن، احنا قلنا اللجنه الثانيه بتبقى انت وصف معاك، هيسالك سؤال ظريف جدا، انت ليفر قلت كام؟ 3 سم بلوكستر مارجن. طيب هل الليفر دي توز ولا ده هيباتوميجاني؟ وبالتالي لازم تضطر ساعتها ترجع تعمل بركشن للابر بوردر تمام. يبقى انا دايما احفظها من غير ما احرج نفسي، انا هعمل بركشن للابر بوردر بتاعت الليفر علشان اعرف ده هيباتوميجاني ولا توز تمام. طيب طبعا بنعلق السايز والسيرفس والبوردر والكلام ده كله مفيش مشكله. نيجي للسبلين، برده كلنا بنعرف الفكره كلها، انا ببدا برده من الايه من الرايت اليك فوسه وبمشي تمام ناحيه الايه الليفت هايبوكوندريال اريا، اشمعنى؟ عشان اللاين رينال، اللاين رينال ليجمنت، وبمشي معاه لحد ما الاقي السبلين. الكومنت برده عارفاه السايز بتاعه والسيرفس والبوردر والكونسستنسي. نيجي للسؤال، انت قلت انك انت مثلا السبلين ده 3 سم او 4 سم بلوكوستال مارجن تمام وبريزيرفد نوتش. طيب هل السبلين ده سبلين ميجالي ولا توست سبلين؟ يبقى لازم اعمل بيركشن لحاجه اسمها التروبس اريا، هنجي لها في البيركشن تمام. لو انا عملت بيركشن للتروبس اريا ولقيتها ضل، يبقى لا ده السبلين كبير لدرجه ان واخد التروبس اريا ونزل تحتها. لكن لو عملت بيركشن للتروبس اريا ولقيتها ريزونانت، يبقى هو سابها ووقع تحت، يبقى هو توست سبلين تمام. طيب الكدني والبلادر، انا عارفه ان الكدني والبلادر انتوا يعني اللي حتى منكم اخد خصاب او بطنه مش يعني مش كتير في الروتيشن بتاع حالات مثلا فيها كدني او بلادر تحسها، لكن انا هقول لك باختصار الكدني طريقه البلوتمنت تمام. انا بثبت بحط ايديا الاثنين ناحيه مثلا الكدني الشمال تمام، او الكدني خلايا في الكدني اليمين، ايد منهم سند الكدني كانها سرير والايد الثانيه بتنططها، يبقى ايد ثابته وايد ثانيه بتنططها او بتزقها للايد اللي ورا. طيب واعكس، الايد اللي كانت ثابته تتحرك واللي كانت بتتحرك تثبت، نفس القصه. يبقى دي بلوتمنت، ايد بتثبت وايد بتتلقى الكدني. ده بالنسبه للرايت، ونفس القصه بكررها بالنسبه للليفت. طيب البلادر،
هعمله زي بالبيشن. القاعده العامه بتقول لك لو انت بتعمل بالبيشن لاورجن استلقى من الناحيه اللي هيروح لها. يعني لو انا بعمل بالبيشن للليفر بستناها فين؟ بستناها عند الليفت في الليفت اللي هي الفرصه، واقعد اطلع لفوق نفس القصه. طب البلادر لو كبر هيطلع فين؟ ناحيه الديفويد بروسس، هيطلع لفوق. يبقى انا بحط ايدي زي السيف كده بحطها فوق يعني بالعرض زي السيف واحطها عند الايه الديفويد بروسس، واقعد انزل تحت بالتدريج، بقعد انزل انزل لحد ما احس ان في ماس. لما بحس ان في ماس هي دي البلادر، بقول بقى ان انا حسيت بلادر او ما حسيتش، بقول ان انا بلبب البلادر. لو حسيتها بقول حسيتها في مثلا بلادر بلبب الاد امبلايكس او مثلا ابوف سيمسز بيوبس، على حسب ما انت حسيتها. تمام. طيب افرض ان انا في الامتحان اتوترت وما عرفتش، اكتب نون بلبر بلادر اند كيدني، انت كده خدت الدرجه، لان في الغالب هتنزل لك حاله مش محسوس فيها لا كيدني ولا بلادر. تمام. طيب بس لو حد بيراقبك او بيشوف طريقتك الاكزامينشن طبعا هيسالك انت حسيتهم ازاي. ماشي. طيب السؤال ده برضه من اسئله لكم في الشفوي، ايه الميثودز الثانيه اللي انا بعمل بيها بالبيشن للاورجن خاصه الليفر والسبرين؟ في حاجه اسمها الباي مانوال. الباي مانوال عامله بالظبط زي طريقه الايه باللطني، ان انا بثبت بايد وبحس بايد الثانيه. طيب في طريقه ثانيه اسمها الديبنج. الديبنج زي بالظبط كانك بتنطط كوره، فدي بتنفع مع العيان اللي بقى تنس اسايتس، يعني تدخل على العيان تنس اسايتس مش هيستحمل ايدك انك تقعد تمشي بالراحه. فانت بالظبط بتراطيف صوابعك بتنطط ايدك فوق بطنك، كانك بالظبط كانك واحنا بننطط الكوره زمان نفس القصه، كانك بالظبط بتنطط ايدك. تمام. بتنطط ايدك وانت رايح ناحيه الليفر وانت رايح ناحيه السبلين، كانك بتدور على ماس او على اورجن في وسط ميه. الطريقه الاحلى والظريفه جدا واللي هي يعني بتاكد 100% ان انا حاسس الاورجن ولا لا، لان اوقات كتير جدا ببقى مش عارفه انا فعلا حاسه مثلا ده ليفر ولا الولد شادد نفس ولا ايه. طريقه الهوكينج انك انت يعني ايه بتدخل ايدك تحت الكوستال مارجن، دخلت ايدك زي خطاف يبقى مفيش اورجن، ما دخلتش يبقى في اورجن. تمام. ودي الطريقه انا بلجأ لها حتى في المرور السريع، يعني حاجه عايز اتاكد انه في اورجن ولا لا، في السريع كده بدخل ايدي ناحيه الكوستال مارجن، دخلت يبقى مفيش اورجن، ما دخلتش يبقى في اورجن. تمام. طيب السؤال برضو اللي بيتسال لكم برضو في لجنه الابدومن، لو انت لقيت ماس، يعني انت جيت وانت بتعمل سوبرفيشال بالبيشن ولقيت ماس، تعرف ازاي ده الماس طالع من الابدومنال وول ولا ده جاي من يعني ايه جوه الابدومن نفسها؟ يعني ده جاي من الول ولا جوه الابدومن؟ ببساطه بخلي عيني يهم، لما بيهم بيحصل كونتراكشن للمصل. لو الناس دي جايه من جوه الابدومن هتختفي لان المصل هتغطيها. لو الناس دي سوبرفيشال ماس وجايه من انتير ابدومن الول هتظهر اكتر. تمام. يبقى انا كل اللي بعمله بخلي عيني يهم شويه براسه. تمام. فبيعمل كونتراكشن للعضلات. لو ظهر الماس اكتر يبقى الماس دي قدام العضلات، ما ظهرتش يبقى الماس دي ورا العضلات. تمام. طيب نيجي بعد كده للبركشن. البركشن عندي انا المفروض بدور على ثلاث حاجات زي ما احنا قلنا، التوبس اريا الابر بوردر والليفر والاسايتس. طبعا كلنا بنعمل اسايتس ما بنعملش اثنين ثانيين. طيب انا كده عرفت الابر بوردر اوف ليفر، هعرف ازاي وايه الاهميه بتاعته. التروبس اريا ايه الاناتومي بتاعه؟ الاناتومي بمسك عند الفيفس انتركوستال سيسميك كلافيكولار لاين، يعني عند الايبكس. تمام. طيب وبعد كده بقى بخلي ده اللي هو ده اول نقطه. النقطه الثانيه بخليها اللي هي رقم 9 و11 كوستال مارجن ورا. تمام. و8 الكوستال مارجن قدام، يبقى انا عندي فيفث انتركوستال سبيس فوق ونقطه قدام ونقطتين ورا. النقطه اللي قدام اللي هي الايتس كوستال مارجن و9 و11 ورا اللي هي ايه عند الانتير اكزيلري لاين، دي واخده لي الجزء اللي هو الايه البوستيريور. واعمل بركشن. تمام. ان لقيته ريزونانت يبقى ده خلاص ده تروبس اري ريزونانت، يبقى انا ما عنديش سبلين. او لو انا لقيت في سبلينوميجالي بقول ده توز سبلين، ده هو واقع. تمام. لقيتها ضم يبقى ده في الغالب سبلينوميجالي. السؤال بقى هل كل ما الاقي الاريا دي ضم يبقى ده سبلينوميجالي؟ لا، هي الاريا دي بتبقى تلاقي كذا اورجان، بتبقى فيها اللنج والبلوره ومعاها الاستومك. فبالتالي لو انا عندي العين ده فول استومك او بلورال افيوجن او مثلا في كونسوليديشن او في كارديو، كل الحاجات دي تديني الضم تروبس اريا، لكن هي بتبقى اكتر او سبيسيفيك اكتر للايه للسبرين. تمام. طيب نيجي بعد كده اخر حاجه الاوسكالتيشن. هو اوسكالتيشن عارف ان مفيش حد من طلبه من خمسه بتعمل اوسكالتيشن، لكن هتتحاسب عليه في اللجنه اللونج. انا بعمل اوسكالتيشن لايه؟ للانتستينال ساوند. بمنتهى البساطه انا بحط السماعه تحت الامبلايكس واسمع، بسمع صوت زي الغرغره
صوت الغرغرة ده صوت الأمعاء وهي بتتحرك، جربها على نفسك. المفروض الطبيعي من 6 ل 12 صوت لو صوت الغرغرة ده في الدقيقة، ما سمعتش صوت خالص يبقى ده paralytic illness، يعني في حالة intestinal obstruction. تمام؟ طيب في حاجات تانية بقى إيه، لو يقول لك لو أنا عندي مثلا حاجة صوت اسمه بيروي اللي هو رينال أرتستنوزس بسمعها في الرينال أنجل. إيه الرينال أنجل؟ دي زاوية ما بين إيه وإيه؟ ما بين آخر كوستال مارجن والإيه والسباينال كورد. تمام؟ دي اسمها الرينال أنجل. ماشي؟ بحط عندها السماعة وأسمع صوت زي إيه؟ صفارة كده، ده بتاعت الرينال أرتستنوزس. في صوت تاني اسمه الفينس هام، ده مع حالات البورتال هايبرتنشن، أسمعه فين؟ في الميد واي ما بين الزيفويد بوسس والأمبليكس، وده سبيسيفيك للبورتال هايبرتنشن. تمام؟ طيب كان في سؤال برضه من الأسئلة ساعات بيتسأل، إيه الفرق بين كلمة رينال أنجل واللوين، منطقة اللوين؟ طيب رينال أنجل دي زاوية زي ما إحنا قلنا ما بين آخر كوستال مارجن والفيرتبرال كولوم. اللوين أو منطقة اللوين نفسها اللي هو عيان يقول لك أنا عاكلة، طيب إيه اللوين دي؟ هي عبارة عن المكان اللي ما بين عظمة الإيليك كريست بتاعت الهيب من تحت ومن فوق الكوستال مارجن. يبقى الحتة اللي هي المستطيلة الكبيرة دي اللي هي ما بين الإيليك كريست والكوستال مارجن ده اسمها اللوين، منطقة اللوين. الزاوية الصغيرة اللي ما بين آخر كوستال مارجن والفيرتبرال كولوم دي الرينال أنجل. تمام؟ طيب نيجي بعد كده إحنا كده خلصنا الأبدومينال إكزامينيشن. اللي ان شاء الله هيتبعت لكم مع دكتور احمد باذن الله صور لحاجات معينه اللي هي الديفرنشال، لو اكتر ديفرنشال بينزل لكم الحالات اللي هي بيتوسفيلين ميجالي، بيتوسفيلين ميجالي ويز بيربرا، البالور ويز اورجان ويز اورجان او الليمف نود، الحاجه اللي هي الديفرنشال الكبير اللي هو ايه اللي هو كل حالات البطن بينزل لكم كده. وهبعت لكم برده ان شاء الله الفيديو بتاع الابدومينال اكزامينيشن. تمام؟ كده هيبقى بس هنكمل النهارده باذن الله الكونسلنج بتاع حالات الجاسترونترايتس. يبقى كده ان شاء الله على المره الجايه اللي هيبقى فاضل اللي هو لجنه السكيل لاب، بتبقى ما بين سي بي ار عادي او النيونيتال ريسوسيتيشن، وان شاء الله هيبقى معايا الكونسلنج بتاع حالات الداون سيندروم. تمام؟ كده احنا ان شاء الله باذن الله يعني حاولت قدر الامكان ان اغطي لكم اغلب النقط الكلينيكال اللي هي بتجيلكم. والجانب الكونسلنج برضه احنا ما زلنا كلنا مش عارفين نظام امتحانكم هيبقى ازاي بصراحه، لكن لو هنمشي على نظام المجموعات اللي فاتت فده اللي بيحصل. انا اما الاقي اللجان السكيل لاب بتبقى مثلا حاجه زي تركيب الرايل او النيونيتال ريسبتيشن او السي بي ار، لجان الكونسلنج بتبقى دايما حالات الجاستروانترايت، خاصه دكتوره صفيه بتبقى بتاخد حالات الجاستروانترايت او حالات فبرايل كونفولجن او ازاي تقيس بلاد بريشر للعيانه او ازاي تعمل كونسلنج عن حاله داون سيندروم، ام عندها داون سيندروم تعمله كونسلنج ازاي. تمام؟ ولكن اشهر كونسلنج هو بتاع مرادي، فياريت الكل يركز فيه لان بنسبه كبيره الكل هيمتحن عليه. تمام؟ طيب انا ايه المطلوب مني في الكونسلنج بتاع حالات الجاسترونترايتس؟ هو اول حاجه خالص انا المفروض ابقى عارفه الديفينيشن بتاع الدايريه. تعريف الدايريه ايه؟ يعني بدايه من هيجيب لك واحده ست بتقول لك ان ابني عنده دايريه. طيب يعني ايه دايريه؟ معناها ان انا اتغير اي حاجه عن الطبيعي اللي هي عارفاه، يا الفلويديتي يعني بقت سايله اكتر، يا الكميه، يا اما فريكوانسي عدد المرات. ده كده تعريف الدايريه. طيب بالنسبه للام ايه اللي يهمك تقوله لها؟ الساينز اوف ديهايدريشن، ايه العلامات الام لما تشوفها تقول لك لا ده بدا يبقى فيه ديهايدريشن، وبالتالي تبدا تتحرك وتعرف هي هتروح في مستشفى ولا في وحده ولا ممكن تعالجه في البيت. تمام؟ الساينز اوف ديهايدريشن بنقول ان انا عندي حاجتين في العين. اول حاجه اللي هي السانكن اي، هل عينه غرزت لجوه او نقرت بالبلد، يعني تقول لك عينه بدات تنقر، تنقر دي معناها بدا يبقى سانكن اي، ولا بدات تبقى فيري سانكن اي دخلت لجوه خالص ولا طبيعيه. تمام؟ طيب ايه تاني في العين؟ الدموع، تلاقي ست لما بيبكي معاك او هو بيبكي باين في دموع ولا بيبكي صوت بس، تقول لك لا في دموع، يبقى هو ايه؟ يبقى ده كده ما زال في تيرز موجوده، يبقى كده ايه؟ مش ديهايدريتد. ده كده حاجتين في العين. طيب حاجتين في البق، بسألها لسانه ناشف؟ طب لو هي مش عارفة مفروض بعقم صباعي وبحط صباعي على طرف لسانه واشوف، لقيته طري مويست كده يبقى ده مش ديهايدريتد، لا بدأ يبقى ناشف، يبقى ده دراي تانج. الدرجة الشديدة خالص بيسموه فيري دراي او بيسموه بارش تانج، زي السجاد او زي الموكيت، يعني كأنك حاطه على حاجة مبررة من كتر ما هو ناشف، ده اللي هو الايه الفيري دراي تانج. تمام؟ طيب ايه تاني في البق؟ الايجر تو درينك، لو شرب معاها عادي تقول لك بيشرب. تمام؟ يبقى ده كده ايه؟ خلاص ده نوع ديهايدريتد. لو قلت لك لا ده كان شطان في الكوبايه مش راضي يسيبها، ده ايجر تو درينك.
مرضيش يشرب خالص، دي علامة وحشة، ده معناه ان هو بدأ يبقى كوماتوز وبدأ يبقى منعنس معاها، ودي حالة ايه؟ السيفير دهيدريشن. يبقى كده اتنين في العين واتنين في البق واتنين جنرال. جنرال اللي هو الجنرال كونديشن بتاعه صاحي قاعد عادي ولا بيبكي، ده اللي هو انشس اللي هو درجة الفان دهيدريشن، ولا دراوزي وليثارجيك ونعسان خالص، يبقى ده اللي هو السيفير دهيدريشن. طيب الدرجة التانية اللي هي برضو من الجنرال كونديشن ايده، ان انا بمسك جلده واقول لها شدي كده يا بابا حته من ايده، حته من جلده في ايده، شوفي الجلد بيرجع بسهوله ولا لا. لو رجع بسهوله يبقى ده نيد هيدريشن، رجع ببطء شويه سان هيدريشن، رجع ببطء كانه تصوير بطيء يبقى ده ايه؟ سيفير هيدريشن. طيب يبقى دي الحاجات انا بعلمها للام، لان هي اللي هتبقى ايه عارفه ان ابنها دخل في دايريه، فعارفه ده ايه درجه الديهيدريشن، حتى لما تروح لمكان تبقى عارفه الموضوع يستاهل ولا تقعد بيه في البيت. تمام. طيب هاو تو مانج العيان ده، يقول لك طب انت دلوقتي عرفت الام ان الولد فيه دايريه وفي درجات ديهيدريشن معاه، ايه المانجمنت بتاعها؟ كل علاجي لحالات الجاسترونترايتس فلويد، ما لهوش حل تاني. بس الفكره في حاجه، ايه هو الدرجات بتاعه الفلويد او ايه هي الانواع بتاعه الفلويد؟ المفروض ان انا اولا في حاجه اسمها تايب اوف فلويد. يعني ايه تايب اوف فلويد؟ ايه الفلويد اللي انا هديها له؟ دي نقطه. وايه الفلويد اللي المفروض تتحسب له؟ تمام. وايه الخطه بتاعتي؟ طب عشان ما لخبطكمش، يعني ايه انواع الفلويد؟ قال لك والله الفلويد ده في حاجات او ار اس اللي هي محلول جفاف، وفي حاجات متصنعه في البيت زي مثلا يقول لك ايه شوربه لسان عصفور، ميه الرز، مش عارفه كان زمان بيدي 7 اب، طبعا الكلام ده غلط، ان يدي لك مثلا حاجات مسكره وحاجات مملحه على بعض، كان ده 7 كان معروف، يعني 7 والسبرايت والحاجات البيضه دي كانت معروفه ان هي بتتاخد في الاسهال، طبعا ده غلط. تمام. طيب يا اما ان انا بدي انترافينوس فلويد، يبقى دي اول حاجه، دي انواع الفلويد اللي انا بديها للعيان. طيب النقطه الثانيه، ايه هو الفلويد اللي هو محتاجه؟ قال لك هو بيحتاج لواحده من 3 حاجات، يا اما بيحتاج لحاجه اسمها الديفست اللي هو الفاقد اللي عنده، تمام، اللي هو على حسب درجه الفاقد اللي هو جاي بيه، يا اما بيحتاج لحاجه اسمها الكونكومتنت او اللي هي الاونجوينج لوسز، يعني هو جاي لك دلوقتي ايه جايب سام ديهايدريشن، كلمه سام ديهايدريشن معناها انه محتاج ديفست. طب هو عندك دلوقتي راح عمل اسهال مرتين ثلاثه، الاسهال مرتين ثلاثه دول اسمهم الاونجوينج لوسز، انا لازم اعوضهم. تمام. طيب النوع الثالث المفروض اسمه المينتنس، يعني بعيدا عن الفقد اللي هو الديفست وبعيدا عن الاونجوينج لوسز، هو كبني ادم محتاج مينتنس فلويد قد ايه عشان يعيش زي ما احنا كلنا كده. تمام. يبقى انا عندي حاجه اسمها التايب فلويد، عندي حاجه اسمها ايه هو نوع الفلويد اللي هياخده. تمام. وبعد كده البلان. خلاص. طيب نمسك البلان، ايه الخطه بتاعتي؟ قال لك والله بص انت قسمت لي العيان لثلاث درجات، يا اما الدرجه الاولى اللي هو العيان بيبقى ما عندهوش اي علامه من علامات الديهيدريشن، وبالتالي ده معتمد على ان هو اتقيم في الوحده الصحيه، يعني ما لقاش فيه مثلا سانكن اي ولا ايجر تو درينك ولا هو دراوزي ولا فيه دليد سكن تردر ولا اي حاجه، بقول للام يا ست ابنك ما فيهوش جفاف، هو عنده نزله معويه بس من غير الجفاف، وبالتالي علاجه ان هو ياخد الاو ار اس او ياخد المحلول المحاليل اللي احنا بنقول عليها اللي هي حاجات زي شوربه مثلا الرز، شوربه اللسان عصفور، والحاجات دي كلها في البيت. تمام. يبقى المانجمنت بتاعه في البيت. تمام. طيب طريقه الحل بتاعه كيس محلول الجفاف ازاي؟ هو الكيس بيتحل على 250 سم ميه، والمفروض ان انا بدي متوسط كده ربع الكميه، تمام، او 50 سم ورا كل مره بيصل او بيرجع بمعلقه، بديها له بمعلقه. تمام. ارجع استنى 5 دقايق ودي تاني. طيب هو حلو ان ياخد ببقه مره واحده او بسرنجه مره واحده؟ لا، هيرجعهم لان هو في ايجر تو درينك، لكن هيرجع بعدين. لكن لما بدي بكميات قليله اولا طعمه مملح، فهيبقى اكسبتد بالنسبه له ان ياخد الطعم المملح ده على فترات. تمام. يبقى ده بالنسبه للايه؟ للمانجمنت بتاع في البيت. طيب بحسبها ازاي؟ هتلاقوا عندكم برده في الكتاب في صفحه 184 ازاي بحسب الكميه. يعني انا كده عرفت انا الطفل ده انا قيمته ان هو نيو ديهيدريشن، ان هو بلان ايه، وان هو نوع الفلويد بتاعه او ار اس او الهوم ميد فلويد. تمام. طيب يتعمل ازاي؟ الام تسالك عامله ازاي؟ هقول لها بصي يا ستي، انا عندي دلوقتي 3 حاجات، انا عندي الديفست مينتنس بتاعه، تمام، وعندي حاجه اسمها الاون جوينج لوسز. بالنسبه لو هو اقل من سنتين بدي الديفست مينتنس مع بعض 500 مللي في اليوم، ورا كل مره بيصل او بيرجع ده الكونكومنت بلس بياخد من 50 ل 100. تمام. طب ولو كان من سنتين 10 سنين يبقى الديفست مينتنس بتاعه بيبقى 1000، ورا كل مره يصل او يرجع اللي هو الفقد بتاعه او اللوسز بتاعته من 100 ل 200. طب فوق ال 10 سنين
بياخد 2000 مللي في اليوم، يعني 2 لتر في اليوم، ده ديفست ومينترنس مع بعض، والاونجوينج دوسز تمام از ماتش از وونتد، يعني كل ما يبقى فيه اسهال او ترجيع تقريبا بديله 200 مللي تمام، بس ده عيل كبير فبيبقى على قد ما الديزاير بتاعه او على قد الابتايت بتاعته. طيب هسيبها في البيت ترجع كده هي ونظيفها؟ لا، بقول لها ان انا المفروض ان العلامات بتاعت الديهيدريشن اللي انا شفتها مثلا، او ان انا الحاجات بتاعت الديهيدريشن المفروض تتابعها تبقى كذا، انت بتتابعيه في البيت، هل لقيتيه ان هو بدا يبقى فيه ايجر تو درينك، او لقيتيه ان بدا يبقى فيه سيفير ديهيدريشن معاه، يعني بدا يبقى دراوزي معاكي، بدا يرفض الاو ار اس، بدا كميه الدايريه تزيد، بدا يبقى بلادي دايريه، يعني بدا يبقى فيه دم، بدا يبقى فيه ريكرنت فومتنج اكتر من 4 مرات في الساعه، او بدات تلاقي ان هو مثلا السانكن اي، العلامات اللي ما كانش فيه ديهيدريشن بدات يبقى فيه، لا ترجعي لي تاني. تمام. طيب ده كده العيان اللي هو بلان A. نيجي للبلان B. مين بلان B؟ الست اللي جت وقلت لها لا ده ابنك فيه some dehydration. تمام. طيب يبقى ده الولد ده هيتعالج بيه بـ ORS بس في مستشفى. نفس القصة، انا كمية الـ ORS بحسبها ازاي؟ المرة دي انا عندي درجة الفقد اكتر، فبحسب الوزن في 75، هتطلع لك كمية، المفروض ان الكمية دي بديها في اول 4 ساعات من دخوله. احنا عندنا في المستشفى وحدة الارواء اللي مرتوا عليها بقى فيه قط الفحص، بنحسب كميه الاو ار اس وبنديها للام تديها للطفل. تمام. طيب خلال ال4 ساعات دول هل الولد اموره استقرت، يعني بدا يبقى ما فيهوش ساينز اوف ديهايدريشن؟ يبقى هعمل معامله ايه؟ بلان ايه. اقول لها يا ستي ترجعي بيتك وتمشي بالخطوات زي بلان ايه بالظبط. طب لا جد في جديد، ايه بقى الجديد ده؟ نفس القصه، لا ده الولد مثلا بدا يبقى فيه ريكرنت فومتنج، بدا يبقى فيه ساينز اوف سيفير ديهايدريشن، علامات سيفير ديهايدريشن اللي هي مثلا سانكن اي، ان هو بدا يبقى دراوزي ورفض ان ياخد الاو ار اس او كده، لا يبقى انا كده هدخل على بلان سي. تمام. اموره كويسه يبقى انا هكمل برضو بالبلان بي، يبقى اموره اتحسنت بلان اي، اموره زي ما هي يبقى هكمل بالبلان بي، اموره بتسوء يبقى هدخل على البلان سي. بلان سي دايما بيقول لك في الغالب يا اما بركب رايل، يعني في الغالب الطفل بتاع بلان سي بتوقع انه مش هياخد اورال، يا اما بركب له حاجه اسمها نيزو جاستريك تيوب وتعاليكم في الامتحان لجنه الاسكيلا بتركبوها ازاي، يا اما ان انا بديها له انترافينوس فلود. طب السؤال امتى اقول الام ده تحتاج تركب له كانيولا؟ يا اما ان انا اولا حاولت ان هو ياخد اورال او حتى بالرايل ده ورفض، يا اما ان كان في ريزيستنت بومبنج يعني اكتر 4 مرات في الساعه، يا اما بدا في حاجه تمنع ان انا افتح الاورال، الماوس كافيتي بتاعته بيتشنج، كوما مثلا، بدا يظهر عندي علامات انتستاينال اوبستراكشن، سيفير ابدومينال ديستنشن او جاستريك ديستنشن، بدا يبقى انيوريك. انيوريك معناه انه يدخل في رينال فيلر، دي واحده من الكومبليكيشن بتاعه الديهايدريشن، لا يبقى انا كده لازم ادي بسرعه انترافينوس فلود. طيب في الانترافينوس فلود انا لما بديه بندي حاجه اسمها شوك ثيرابي. شوك ثيرابي دي اهم حاجه تعرفوها باذن الله وانتم امتياز، بدي 20 مللي بير كي جي رينجر او ملح، اي معدل سريع بيمشي للعيان تمام، خلال 3 ساعة المفروض يبقى خلصان. طب لقيته لسه شجد، شجد اللي هي ان انا ما الاقيش بولس فيه، ما مثلا الاقي الضغط بتاعه قليل، يبقى هعيد له تاني الشوك ثيرابي. معايا ان انا اعيد شوك ثيرابي لحد 3 مرات، اتحسن خلاص ابدا بقى ايه ارجع احسب له ايه الديفست بتاعه. المفروض ان انا الديفست هو مكتوب لكم هنا بطريقه بسيطه اللي هو 100 مللي بير كي جي. بعدين في اطفال هتاخدوا انه ليه طرق ثانيه اصعب شويه، بس انتوا ايه انتوا بحسب له 100 مللي ايه بير كي جي. في نقطه كده لقينا في النص بيقول لك كميه الفلود اللي خدها في الشوك ثيرابي خصمها له من الديفست، بمعنى الولد ده وزنه 10 كيلو تمام، دخل له خد شوك ثيرابي مثلا خد 500 600 سنتي شوك ثيرابي تمام، طب الديفست بتاعه كام؟ 100 في 10 بكام؟ ب 1000، من ال 1000 دي اخصم 600 اللي خدهم شوك ثيرابي، يبقى كده هو عد له 400 سنتي بس ياخدهم. ان انت لو اديت له شوك ثيرابي ال 1000 سوري شوك ثيرابي 600 والديفست 1000 كده انت هتنفخه، يبقى بيقول لك كميه الفلود اللي انت اديتها له في الشوك ثيرابي خصمها من الديفست. تمام. طيب وبعد كده احسب له حاجه اسمها ايه المينتنس، اللي هو زي ما احنا قلنا المينتنس ده بتاعنا احنا عشان يبقى الناس كلها عشان تعيش، ملوش علاقه بان هو فيه ديهايدريشن ولا لا، اللي هو احنا بنقول عليه ايه برضو 100 مللي بير كي جي. طيب النقطه الرابعه اللي احنا اتفقنا عليها ان الانجوينج لوسز، يبقى العيان ده زي العيان اللي كان بلان اي وبي، بس فرقه في الشوك ثيرابي. العيان ده خد الديفست وخد حاجه اسمها المينتنس وخد حاجه اسمها الانجوينج لوسز، بس عشان ده عيان كريتيكال الفرق بتاعه ان انا اديت له حاجه اسمها الشوك ثيرابي تمام، اللي رجعنا خصمناها بعد كده من الديفست ماشي.
انا عارفه ان قصه المحاليل غلطت عليكم، فانا ما عنديش مشكله هعيدها مره واثنين وثلاثه. العيان اللي هو بلان سي اللي هو لقيته كريتيكال اللي هو سيفير ديهايدريشن، تمام، دخلته حاولت معاه بالرايل ما نفعش، هدخله ياخد انترافينوس فلود، وان في كذا انتكيشن انه ياخد انترافينوس فلود. طب هياخد ايه انترافينوس؟ اول حاجه لو هو شك ببدا بالشوك سيرب اللي هي 20 مللي بير كي جي، ممكن اديها لحد 3 مرات، تمام. اجي بعد كده اقول انا هحسب له الديفست اللي هي 100 في وزنه، تمام، وهحسب له حاجه اسمها المينتنس برضه 100 في وزنه. بس خلي بالك من الديفست ده خصم الكميه اللي خدها شوك سيرابي، تمام. انا مثلا كان هياخد مثلا ديفست 1000 بس هو خد شوك سيرابي 600، يبقى اعد له من الديفست 400، حلو، واعد له من مينتنس 100 في 10 كان ب 1000، وكده هو اعد له 400 ديفست واعد له 1000 مينتنس، تمام. وقال لك ده كده العيان مع كل مره هيعمل استول او فومتنج او كده بنقول ان هو بيحتاج لكل حركه يعني كل فومتنج او ده 50 مللي، تمام. حلو، تعالى بقى نحسب العيان ده هنمشيه ازاي، هديله محاليل ازاي. انا خلصت له الشوك سيرابي في الفحص، دخله كده ونشوف. انا حسبت الديفست اللي هم ال 400 الباقيين والمينتنس اللي هم ال 1000. قال لك ما ينفعش تديهم كلهم مره واحده 1400، قال لك هندي في اول 8 ساعات، تمام، نص كميه الديفست وتلت كميه المينتنس. طيب الديفست عندي كانت 400، نصها يبقى كام؟ 200. طيب والمينتنس كان كام؟ 1000، تلتها 300، يبقى 300 و200 كام؟ 500. يبقى العيان هياخد 500 في اول 8 ساعات، تمام. طب بقيه الديفست وبقيه المينتنس هياخدهم في ال 16 ساعه بعدين، تمام. ولا عايزها تاني برضه؟ طيب انا كميه الديفست حسبتها وخصمت منها الشوك سيرب اللي هو خده في الفحص، تمام، حلو، اتبقى لي من الديفست 400، والمينتنس قلت هو عباره عن 100 في الوزن، يبقى 1000. قلت لك يبقى العيان ده عنده 400 ديفست و1000 مينتنس. طب هياخد ال 1400 كده على طول؟ لا، قلت لك احسب اديني نص الديفست مع ثلث المينتنس في اول 8 ساعات. الديفست 400 نصه 200 والمينتنس كان 1000، ثلثه 300، يبقى ال 300 وال 200 كام؟ 500. يبقى العيان ده في اول 8 ساعات هياخده 500. طب وبقيه ال 1400 او بقيه كلهم ياخدهم على 16 ساعه، تمام، حلو. ايه نوع المحاليل اللي بتركب له؟ قال لك بندي تلتين الكميه جلوكوز وتلت ملح. انا عارف ان في تفاصيل كتير جدا في الفلويد يعني غلسه، بس هتستفيدوا بيها بعدين، يعني هتستفيدوا بيها وانتم بتجهزوا كده، تمام. هو هنا قصدك نوع المحاليل ايه، جلوكوز ولا ملح؟ قال لك بنخلي التلتين جلوكوز والتلت ملح، تمام. طيب في الفتره دي الطفل بيتعلق له محاليل بيسل او بيرجع. احنا قلنا اتفقنا ان انا في حاجه اسمها تعويض اللصص، بقول بقى للام خدي محلول الجفاف المج مع كل مره بيسل او يرجع، تمام، كده هتعوض ال 50 مللي اللي احنا قلنا عليها لكل حركه، تمام. طيب وبعمل اسسمنت بعد 6 ساعات، هل العيان ده اموره بدات تبقى مثلا في مودريت هيدريشن يعني هيرجع لبلان بي، ولا تحسن خالص هيرجع البلان ايه، تمام. طيب طبعا احنا في مشاكل طبعا من تركيب الانترافينوس لاين ومن تركيب الرايل والكلام ده كله ايه موجود عندكم، ده كلام نظري ما فيهوش مشكله. الفكره كلها او الغلاسه كلها في نوع الفلود، يعني انا دايما بسال نفسي في الفلود انا ايه انواع الفلود البديهه، الاو ار اس او الهوم ميد او الانترافينوس فلود. طب ايه الفلود اللي بيحتاجها؟ قلت لك يا شوك يا ديفست يا مينترانس يا اما انجولن بلوسز. طب حدهم ازاي الخلطه دي؟ بنقسمهم بلان ايه بلان بي بلان سي. بلان ايه وبي معتمد على الاو ار اس يا في بيته في المستشفى، بلان سي ده اللي فيه شويه ان انا بدي شوك وبدي ديفست وبدي مينترنس وزي ما احنا شرحناه، تمام. طيب نيجي بعد كده للسؤال بقى كده، احنا كل كلامنا في الاو ار اس يعني او سوري كل كلامنا في الجاستروفريدز او في الدايريه ما اتكلمناش غير على فلويد. هو كل علاج العيان ده فلويد. الاسئله اللي هتتسال لك بقى، هل العيان بتاع الجاستروانترايتس محتاج ياخد مضاد حيوي؟ ده اي ام هتسالك، اي ام ابنها بيكح ولا بيس لو كانت تقول ياخد مضاد حيوي ولا لا؟ لا ما بياخدش. هل هي دي حاجه روتين؟ لا ما ياخدش. امتى ادي العيان مضاد حيوي؟ قال لك لو العيان ده كان عنده حاجه اسمها بارنترا دايريه، يعني عنده سورس اوف انفكشن
واسوشيتد معاه الدايريا، يعني عنده اوتيتس ميديا، التهاب اذن وسطى، عنده نمونيا، عنده مثلا اوستومايلايتس، اي حاجه ودخلته في الدايريا، او ان العيان ده عنده كان اميون كومبرومايزد، يعني مناعته ضعيفه، هو طفل نيبورن يعني في سن النيونيت، او نزل بدري عن ميعاده، او مثلا عيال اللي هي بتاخد كورتيزونات سواء بتاخد بخاخات، الاطفال بتوع الكيماوي بياخدوا الحاجات بتاعت اورام والكيماوي والكلام ده كله، او الاطفال مثلا اللي هم مال نرج، يعني طفل جاي لك ريكتس ومرازمس، سوري مرازمس او كوشيركل او كده، او الحاجه الاخيره اللي هو العيان اللي هو بيبقى فيه سبيسيفيك، يعني في حاجه كده في الهيستوري بتاعه او في الاكزامينشن قالت لك ان ده مثلا حاجه زي الشيجيلا، يبقى فيه بلاد دايريه، او السالمونيلا، عمل التحليل طلع سالمونيلا، او الكوليرا. الكوليرا طبعا مش موجوده في مصر، يعني مش هتشخص حد كوليرا، دي في اماكن اندمك زي الهند مثلا، تمام، او الاميبا او الجياردية، وكلهم في الغالب مشترك فيهم قصه البلاد ستول، تمام، او التنسبه السلب بيتحزق او هو بيعمل البراز او منزل ميكس كتير قوي، او عملنا تحليل براز فعلا ولقينا اميبا او الجياردية او الكلام ده كله، وقتها بس حد مضاد حيوي. القاعده العامه اللي تطلع بيها من النهارده ان مفيش حاجه اسمها روتين انتيبيوتكس للعيان، العيان بديله انتيبيوتكس في حالات معينه. وطبعا ده هيبقى اول سؤال الام بتساله، تمام. طيب السؤال الثاني، الام توقف رضاعه؟ لا، حتى هو سيفير دايدريشن انا بدي عادي جدا بريست فيدنج مفيش مشكله. طب كان في زمان ناس تقول لك وقت ما يبقى في جاسترونترايت انا بوقف الفيدنج، لا الكلام ده مش صح، انا بدي الفيدنج عادي، بالعكس ده انت بتحسن الريكفري وبتحسن المايكروفلورا اللي هي موجوده عندك في الانتستين ان هي تتحسن، وبالتالي المناعه بتزيد، مش بوقف الفيدنج. بس ممكن اختلاف ان انا ما اديش اكل معين في الفتره دي، يعني ده من الكونسلنج ان انا بدي حاجات اللي هي ما فيهاش حاجات متسبكه، ما فيهاش دهون، ما فيهاش سكريات. ويمكن عشان كده زمان قصه ان كان واحنا صغيرين لما حد كان يحكي له السر كده كان يديله له سبرايت وسفن اب والكلام ده ويقول لك زي محل الجفاف، لا هو مش صح، لان دي كلها ماده مواد سكريات، فبتنزل بتعمل حاجه اسمها ايه اوزموتيك دايريه، يعني بتنزل تمتص ميه فتلاقي الدايريه بتزيد معاها اصلا، تمام. يبقى انا مش بدي حاجات سكريات، مش بدي حاجات مثلا متسبكه او بدون او كده، تمام. طيب السؤال الثاني، طيب ايه الحاجات اللي انا ممكن اعملها علشان امنع ان الطفل ده يحصل له دايريه ثاني؟ كلها حاجات خاصه بالهيجين، بالفاكسينيشن اللي هو الروت فاكسين، ان انا بدي الفيتامين ايه، بدي الزنك مثلا، حاجات اللي هي الايه الميسلز فاكسين، تحسين بقى حاجات اللي هي الايه سانيتري كونديشن والكلام ده كله، تمام. يمكن دي اكتر حاجات بتبقى بتتسال دايما في حالات اللي هي الكونسلنج بتاع الجاسترونترايتس، انك انت ازاي الام عرفت درجه الديهيدريشن منها، ايه الحاجات اللي تديها وايه الحاجات اللي ما تديهاش، ازاي تشرح لها طريقه عمل الاو ار اس، ان الميه تبقى دافيه برده، ما تجيبش ميه سخنه، ميه تبقى دافيه، تبقى معقمه، يا اما تغليها تسيبها شويه وتحط تفك الكيس على المج وتدي بالراحه، تقول لك طب لو دي بقه لا غلط، طب لو دي بسرنجه برضه غلط، كل التركات دي بتتسائل في الكونسلنج، تمام؟ طيب كده احنا باذن الله احنا المره دي هنتكلم بعد كده فاضل لنا حاجه صغيره خالص اللي هو الكيسز اللي بتنزل لكم خاصه، يعني سواء كان خاصه في الابدومن او النفرولوجي او الهيماتولوجي، تمام؟ طيب اول حاله طبعا بتنزل لكم هي حالات الثلاسيميا، انتوا كلكم شفتوها ما فيهاش مشكله، اللي واضح قوي الثلاسيميك فيشز وبروتود اللي هي الايه زي الضب كده شويه عنده وراسه، وبيبقى فيه هيباتوسبرين وميجا معاه، وبيبقى كونسلنج مش يعني او بتبقى الحاله ما فيهاش مشكله انك بتشوف الاورجن او السبرينيك اذا كان فيها او كده، بتنزل لك دايما ابدومن شورت لان ما فيهاش الابدومن اكزامينشن بتاعها سهل، بيبقى دايما السؤال اللي بتتساله ايه الانديكيشن اوف سبرينيكتومي في العيان ده، موجودين في الكتاب ما فيهمش مشكله. نيجي للحاله الثانيه اللي هي البيربريك اركشن، وايه الديفرنشال بتاعك؟ الديفرنشال ده بتاعي حاجات اللي هي فاسكولايت زي النخشونايت بربرا، او حاجات الايه الثرومبوسايتوبينيا اشهرهم الايه الاي دي باسيك ثرومبوسايتوبينيا، او تنزل لك طفل هيباتوسبرين ميكالي ويقول لك ايه الديفرنشال بتاعك، وانا ان شاء الله هبعت لكم كل الصور الديفرنشال اللي هي زي فكر في العيان يعني، تمام، سواء كان هو بربرا او مثلا بريدنج او حالات اللي هي الاورجانوميجالي، تمام. طيب نيجي بعد كده للحالتين الشهيرتين جدا، النفرايتس والنفروتيك. النفروتيك سندروم دايما بتنزل شورت على ان هي يا ابدومن اكزامينشن يا اما جنرال اكزامينشن عشان تشوف الايه الساين اوف اسايتس اللي عنده والاديما اللي بوفي اي واللور لين باديما والكلام ده كله، تمام. وبيبقى برده السؤال الشهير في النفروتيك سندروم ايه اسباب الابدومن البين في عيان نفروتيك سندروم، يا اما من التنس اسايتس اللي معاه، يا اما دخل في بيروتونايتس لو بكتيريا اسمه بكتيريا البيروتونايتس لان هو بيبقى ماشي على سترويد المين سبريس،
يا اما من العيان ده بيبقى ماشي على استرويد فبيحصل له جاسترايتس، يا اما ان العيان ده بيبقى عرضه ان هو يدخل في ثرومبوزس، لان بيبقى مع القصه بتاعت الاديمه وكده بيبدا العيان ده الايبل انه يدخل في ثرومبوزس، فيدخل في حاجه اسمها رينال فين ثرومبوزس. كل دي اسباب تعمل ابدومينال فين في عيان نفروتيك. طيب نيجي لعيان تاني، عيان نفرايتس. عيان نفرايتس ممكن هتلاقيه شكله زي عينه مرمه شويه، بينزل لك بالريد يورين بتاعه، يعني دايما اما متقصر والقسطره فيها ريد يورين، او بينزل لك بازازه واضحه كده ان هو فيها ايه لون البول بتاعه محمر شويه، وبيبقى دايما المطلوب منه انك تقيس البلاد بريشر. تمام، هو بقى بيسيب كل حاجه وبيركز انت ايه البريكوشن او ايه ازاي قست بلاد بريشر. اولا انك سلمت على العيان خليته يستريح، يبقى قاعد كومفورت ولا البيت، مفيش ستريس خالص لا فيزيكال ولا ايموشنال ولا منتال ستريس. تمام، بتقيسها في ايده اليمين، بتحاول تخلي جهاز الضغط في نفس الليفل بتاع الهارت. الحاجه الثانيه ان الكفه اختيارها ازاي، المفروض ان انا الكفه يبقى مغطيه تلتين دراعه، تلتين دراع الطفل. تمام، طيب والحاجه الثانيه ان انا بحس البريك الارتر بيبقى ميديان للبايسبس مصر، يعني بخليه يعمل ايده كده في وضع الايه ان هو بيتني ايده شويه. تمام، يعني يعمل فليكشن كده للقلب شويه، هتحس التندر بتاع البايسبس ميديان ليه كده شويه، هتبص تلاقي الايه البريك الارتر. بتحط الدايفرام بتاع السماعه، بس ما تبقاش زنقه تحت الكفه، لا هي ده اللي بنعمله بس غلط، المفروض تبقى الكفه بعيده خالص عن الكون بتاع الدايفرام. تمام، طيب وتبدا بتقيس الضغط بطريقه معتاده، انك انت المفروض بتقيس اسكالتاتوري وبعد كده، او بتقيس بالباترو بعد كده اسكالتاتوري، بترفع لحد اعلى درجه مثلا 180 200، وتنزل اول صوت سمعته ده لو فيرست كورت اوف ساوند، وبعد كده لما الصوت يبدا يختفي او يهدى او يقف خالص ده كان كورت اوف ساوند اللي هو الايه الدايستول. تمام، طيب اتمنى يا رب ان شاء الله يعني اكون فدتكم المره دي. تمام، وباذن الله كده هبعت لكم الصور والفيديوهات، لو في اي يعني اي استفسارات ليكم ان شاء الله مع دكتوره امنيه او دكتور احمد. تمام، شكرا خالص، مع السلامه. Thank you.